تعالوا مع حضراتكم نشوف الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق كرة القدم للنادي الأهلي قال إيه بعد الفوز الكبير على سيمبا التنزاني. زي ما انت بتقول طبعا فوز اعتقد ان هو تاريخي بالنسبه لنا، ان اول مره نكسب هنا في تنزانيا. يعني اعتقد الحمد لله عملنا مباراه كبيره، ممكن على مستوى الدفاعي اكتر يعني، وانت عارف الماتشات المباريات اللي زي دي مهمه جدا ان انت تدافع كويس وتستغل الفرص اللي بتجي لك. يعني اعتقد الحمد لله برضو كان عندنا فرص كتيره ممكن نحسمها باكتر من هدف. يعني الكهرباء لما نزل كان عنده فرصتين خطار جدا، واعتقد ضربه جزاء لمودتس بعد الهدف يعني كانت ممكن برضو تحسم المباراه. لكن في الاول والاخر الحمد لله ثلاث نقاط مهمه، لكن لسه دي خطوه بالنسبه لنا، لسه ناقص شوط تاني مهم جدا. عاوزين برضو نستفيد من اللي حصل لنا الماتش الاولاني في السوبر افريقي، عملنا برضو مباراه هنا 2-2 وكان مباراه صعبه جدا هناك 1-1، وكان ممكن برضو ما يحصلش فيها نتيجه ايجابيه. لكن الراجل اتكلم بعد المباراه على اهميه المباراه اللي جايه واللي احنا لسه ما تاهلناش، واتمنى ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نحسمها في القاهره باذن الله. يمكن احنا اتكلمنا قبل المباراه وقلت لك يعني الناس ما بتبقاش حاسه طبعا بالصعوبات اللي احنا بنقابلها. يعني كان عندنا صعوبات كبيره جدا بالنسبه لنا، سواء على مستوى الاجهاد اللعيبه الدوليه لعبوا مباراتين في وقت قليل جدا، مستوى الاصابات اللي كانت عندنا والغيابات اللي كانت عندنا المؤثره، مستوى الجو بقى والظروف اللي احنا عملناها ورحله السفر والملعب نفسه. فاعتقد الحمد لله اللعيبه طبعا عندها من الخبرات اللي تؤهلها اللي هي تتغلب على الصعوبات ديت، لكن دايما ده قدر النادي الاهلي وانا بكرره كذا مره ان اللعيبه بتلعب في كل الاجواء، بيعملوا كل ال 100% اللي عندهم يعني واكتر كمان. فبشكرهم طبعا على الجهد دوت، وان شاء الله نوعد جمهورنا ان شاء الله بالبطوله المحببه ليهم ان شاء الله. زي ما قلت لك الاستعداد كان تم بعد المباراه على طول، الراجل اتكلم ان احنا لسه ما حسمناش المباراه، عندنا مباراه ثانيه شوط ثاني زي ما بيقولوا، مهم جدا ان احنا في وسط جمهورنا. اعتقد ان شاء الله اتمنى ان شاء الله يكون طبعا برضو في عدد جماهير كبير بالنسبه لنا، بتدينا دفعه برضو وبتدي اللعيبه ثقه. اتمنى ان شاء الله من المسؤولين زي ما نجاح كبير اللي حصل مع المنتخب والاعداد الكبيره جدا اللي كانت موجوده، واعتقد كان حاجه جميله جدا وروح رياضيه عاليه جدا. فاعتقد ان شاء الله تكون دي بدايه برضو لينا ان احنا نستغل جمهورنا، بتدينا دفعه كبيره وبتدينا طبعا ثقه كبيره جدا، يعني انها بطوله كبيره، بطوله افريقيا محببه لينا ولجمهورنا. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نستعدلها بشكل كويس المباراه القادمه، وان شاء الله نقدر نحسم ان شاء الله بنتيجه كبيره كمان باذن الله.